زملائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انجينير ستوك، اللقاء رقم 14 مع المهندس عبد الحكيم مواس. اللقاء اليوم كان يفترض يكون مع أحد من الزملاء من مصر، ولكن الزميل اعتذر نتيجة ظروف العمل. فالمهندس عبد الحكيم مشكورا تبرع يسد الفراغ ويكمل في موضوع المنشآت المعدنية. المهندس عبد الحكيم راح يحكي اليوم إن شاء الله على تدعيم المنشآت المعدنية والتدعيم باستخدام المنشآت المعدنية. هيحكي المهندس عبد الحكيم عن هدف التدعيم وليش نحن بندعم المنشآت المعدنية، وهل من الإمكان استخدام الكربون فايبر بتدعيم المنشآت المعدنية، إضافة إلى حالات صادفت المهندس عبد الحكيم من خلال مشاريع التدعيم المعدنية التي عمل عليها، وأمثلة توضيحية لكل حالة من الحالات والكودات التي تكلمت فيها. مهندس عبد الحكيم، تفضل، الكاميرا إليك. تسلم أستاذ أنس. زملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تفضل أنس، المفروض كان الأسبوع يقدم أحد زملائنا لكن اعتذر، والأسبوع القادم أيضا اعتذر، لكن حرصنا على أننا نستمر بسلسلتنا وما يكون في عنا أي انقطاع. حبينا نقدم هذا الموضوع اللي بتعلق بالستيل سترينغسنينج والسترينغسنينج باي ستيل، وش اللي بدعينا لتدعيم المنشآت المعدنية. أولا بدنا نعطي فكرة عن الكودات والمراجع اللي ممكن استخدامها بهذا الموضوع. ممكن الرجوع للتدعيم والإيفالويشن للستيل ستراكتشر للفيما 273 وال 267، وممكن نروح للآي سي سي وانترناشنال كود كونسل والآي بي سي، وأيضا ممكن نروح ل AISC هو الامريكان انستيتيوت ستيل كونستراكشن ريهابيليشن اند ريتروفيت جايد، اللي بيحكي عن تدعيم الحديد واصلاحه وتقييم المنشآت الحديديه، وايضا ممكن نروح للستيل ديزاين جايد 19 من AISC ايضا، اللي بيحكي عن الفاير ريزيستنس وحمايه المنشآت المعدنيه وكيف منحدد عدد أو الدقائق أو الأور ريت للفاير ريزيستنس، ورح ناخذ أمثلة على ذلك بلقائنا اليوم. وأيضا منروح ل الاستيم، والاستيم مثل ما بنعرف اللي بيحكي عن الاختبارات كيف بتتم والبروسيجر ل الاختبارات لكافة الماتيريال مثل ما نعرف. أول شغلي، ماذا يجب علينا أن نفعل قبل أن نصل مرحلة السترينغسنينج أو الربيل؟ الخرساني مثل الحديد ما بفرقوا عن بعض. ما يجب أن تفعله للخرساني يجب أن نفعله بالحديد. فاختيار المواد الجيدة وحسن اختيار مواصفات المواد، لأن المنشآت المعدنية مثل ما بنعرف تتكون من عدة عناصر اللي هي السكاشن بمختلف أشكالها، البراغي والحامات، ومواصفات وأجهادات هذه العناصر مجتمعة مع بعضها تختلف. فأجهادات البراغي تختلف عن إجهادات العناصر أو البروبرتي للمقاطع، كما تختلف عن مواصفات اللحامات. الأمر الثاني، التصميم. يجب علينا أن نراعي بالتصميم اتباع الكودات بشكل رئيسي والتكست بوك، والعمل على البرامج الهندسية لا يغنيني أو لا يعطيني
تصميم جيد ما لم أكن نظرياً كافة المعطيات موجودة عندي وأعرف البرنامج كيف راح يشتغل، وأنا لازم أوجه البرنامج حتى أحصل على تصميم سليم 100%. كل الاعتبارات لازم تكون عندي معروفة، سواء الكونكشن أو بالزلازل أو بالرياح. معرفتي النظرية لهالأمور هاي بتقودني لأني أمثل المنشأة اللي عندي تمثيل صحيح حتى أخذ نتائج صحيحة 100% من السوفت وير اللي عم بشتغل عليه. الأمر الثالث الكونستراكشن وحماية المنشأة. مهما كان اختياري للمواد جيد، عملت تصميم بروفيشنال ديزاين كومبليت ديزاين، لكن إذا ما عندي أنا عمالي ماهرة تنفذ التنفيذ الصحيح لما صممت له، أيضا سوف يأتي بأخطاء تستدعينا للإصلاح وتقوية المنشأة. لذلك هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا جدا لإبعاد أو تأخير إصلاح أو تقوية المنشأة المعدني. إضافة إلى ذلك، وهو أمر رئيسي مهم جدا، هو الصيانة الجيدة للمنشآت دائما تبعدني عن تقوية المنشأة والمحافظة عليه بحالة جيدة أكبر فترة ممكنة. حماية المنشآت، حماية الستيل ستراكشر. الستيل ستراكشر مثل ما نعرف بتعرض لبيئات مختلفة، وأهم عنصر يجب علينا العمل عليه أو البيئة التي نحمي بها الحديد هو البيئة التي تؤثر على الحديد من ناحية الصدى. وهذه البيئات تكون عادة البيئة البحرية، حيث تكون محمل الجو بغاز الكلورايد الذي يعتبر العدو الرئيسي للمنشآت المعدنية. طرق الحماية للمنشآت المعدنية من أو ضد الصدى، إما الريد أوكسايد بنت مثل ما أنا ملاحظين بالصورة، ريد أوكسايد بنت، ممكن الكلر يكون تاني، البيجمنت بتغير، فممكن يكون عندك لون بيج حسب المانيفاكتشر، ممكن يكون عندك الثاني أيضا الإيبوكسي بيت أو البولي سلفايد، ممكن نأمن حماية للمنشآت المعدنية، أو الجالفانايز كوتينج، الزنكريج بنعمل كوتينج هاد ديب جالفانايز أو جولد جالفانايز للمنشآت المعدنية حسب درجة الضرر الممكن يتوقع للمنشأ، وحسب أهمية هذا المنشأ بستخدم أنا طريقة الحماية المناسبة ضد الكراجن. أيضا الكاسيديك بروتكشن إحدى الطرق الفعالة لحماية المنشآت المعدنية ضد الكروجن، كما تحدث عنه زميلنا الأستاذ رزق بمحاضرته عن صيانة الموانئ. الكاسيديك بروتكشن يتم استخدامه في المنشآت الحيوية والهامة مثل الريفينري بلانت أو محطات التحليل أو البايب لاين أو ببعض محطات الكهرباء، أيضا يستخدم الكاسوديك بروتكشن. مهندس عبد الحكيم، أعتذر عن المقاطعة، شكله في صدى بالصوت، في مجال تحط مثلا سماعات أو شغلة الصدى؟ طيب لحظة اللي أشوف إذا كان بعد إذنك. مع العلم ما عندي صوت أنا أبداً، يعني ما بعرف إيش السبب صوتك. هلأ أنت لما عم تحكي على الكمبيوتر عم يوصل صوت، في صدى وفي تشويش. طيب أعطوني دقيقة لكاني خد وقتك لحط سماعة، معلش بس دقيقة.
أنس بس شوف الزملاء إذا الصوت هيك ماشي الحال. إيه الصوت هيك أحسن. إيه ممتاز. تمام. متابع زملائنا، تحدثنا عن حماية المنشأ المعدني ضد الكروجين، لكن أيضا المنشآت المعدنية تتعرض للحرائق. لحماية المنشأ المعدني من الحرائق يجب تغليف هذا المنشأ بمواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحرائق. هذه المواد هي عبارة عن كونكريت، بريك، الجبسم، الكليتايل أو البلوك ماسونري، المواد إسمنتية تقاوم الحرارة، لذلك ممكن عملية تغليف للخرسان للحديد وحمايته من الحريق. هناك أيضا سبراي كوتينج، وهذا حديثا يستخدم إما في ألياف أو بعبارة عن مادة إسمنتية سيمنتيشيوس بيز، يتم رشه على المنشآت المعدنية وعمل طبقة عازلة وحماية للمنشأ المعدني ضد الحريق. أو يمكن أن نستخدم المينرال فايبر بورد مثل ما احنا شايفين بالصورة، أيضا ممكن تكون هاي من الألياف الصخرية، يتم لف المنشآت وحمايتها. أيضا هناك مادة إيتومبيسنت كوتينج، هذه المادة يمكن تطبيقها على المنشآت المعدنية، وجمال هذه المادة بمنظرها، يعني ما بتعطيك منظر جميل للحديد مثل ما احنا شايفين. تتألف من برايمر كوتينج ثم طبقة الانتوميسنت كوتينج وأخيرا طبقة التوب كوتينج. طبعا حسب السماكة لهذه الطبقات التي يمكن تطبيقها ترتفع نسبة الفاير ريت للمنشأ، وممكن أن تصل لثلاث ساعات. عملية كيف نحسب نحن، خلينا نقول الفاير ريتد للمنشأ المعدني أو للعنصر المعدني مثل الأعمدة، مثل ما أننا شايفين، لاحظوا معي بالأشكال، مختلف الأشكال المعدنية عندي الفاكتور دي للفاير بروتكشن بتم حسابه حسب الشكل. إذا كان عندي أنا دائرة وبدي أعمل مربع، فالدي هو 4 بي. إذا عندي تيوب سيكشن هو 2+A+B، لاحظوا معي المقطع الصافي له. وفي عندي أنا وزن الحديد W، دي على W هي النسبة، وبنسميه نحن الفاير فاكتور اللي بسمح لنا نحسب الفاير ريت للمنشأ. في عندنا مثال، نحن إذا عندي منشأ عبارة عن W12/87، بدي أحسب له كم دقيقة أو ما هي السماكة المطلوبة للجبس لاستخدامه لحماية المنشأ من الحريق، وكم ساعة ممكن أن تصمد هذه الماتيريا. العلاقة هي R، والعلاقة طبعاً بالكود IBC الانترناشونال بيلدينج كود 130 بH بW على D على 2 والكل مرفوع للصفر 75. الدي مثل ما شفناها بالسلايد السابق، الW هو الوزن، الR هي الفاير ريزيستنس ريتنج، والH هي السماكة المطلوبة للبرد. إذا الدي عندك السكشن معروف، الدي معروفة، طالما السكشن معروف الوزن معروف، بضل عنا نحن سماكة البرد اللي لازم أستخدمه. بتطبيق هذه العلاقة وفق المعلومات اللي عندي، بطلع أنا عندي 195 دقيقة نعمل فاير ريزيستنس أو فاير ريت بسماكة 1.5 إنش. طيب أنا بدي أزيد الريت أو الفاير ريت، معناتها لازم أزيد السماكة، إذا بستخدم سماكة أكبر إذن بزيد عندي الفاير ريت. لماذا نحتاج
لصيانة أو إصلاح المنشآت وتقويتها. عندنا عدة عوامل بتدعينا لتقوية المنشأ وإصلاح المنشأ. أحد العوامل الرئيسية التصميم. إذا كان التصميم غير صحيح وهناك أخطاء مثل ما ذكرنا ممكن أن يكون input للسوفتوير غير صحيحة، فبالتالي رح يعطيني أنا output غير صحيح. الأوتبوت الغير صحيح يدعوني من خلال التشوهات اللي ممكن تصير نتيجة هذا الخطأ بالتصميم، وهذه التشوهات تشير إلى أن هذا المنشأ مصمم بطريقة خاطئة. إذن علي أن أعيد التصميم ونعمل strengthening للمنشأ، أو التغير الوظيفي function change. إذا تغيرت وظيفة المنشأ، عندي منشأ أنا معدني صالي، هذه الصالي مستخدمة مقطعين مكاتب، تم إخلاء المالك أراد تغييرها لصالي رياضية مثلا، وبالدور الأول بده يعمل رفع أثقال. طبعا كما تعلمون أن رفع الأثقال الحمولات تختلف عن الأوزان العادية بالمكاتب. هل زيادة الوزن يستدعي أني أعمل re-evaluation للمبنى و re-analysis للمنشأ؟ أو إذا كان عندي أنا الأمر الثالث، في عندي الماتيريال فيها deficiency، هالماتيريال غير مطابقة للمواصفات، أنا مصمم على FY4200، استخدمت حديد 350 مثلا، اذا بهالحاله هاي الماتيريال غير مطابقه للمواصفات، في عندي ديفيشنسي فيها، بتطلب مني اعاده تصميم وتقويه هذا المنشا. لود انكريزنج مثلا الرياح، نحن بنصمم على الرياح حسب سرعات معتمده من الارصاد الجويه خلال حقبة من الزمن، يتم تسجيل هذه السرعات. إذا حديثاً صادفنا سرعة رياح أكبر من السرعات التصميمية اللي نحن عم نصمم عليها، فرضاً عم نصمم على 120، تغيرت سرعة الرياح أو صادفنا مرور رياح بسرعة 140 أو 150 كيلومتر بالساعة، هذا الموضوع يستدعينا أن نعيد تقييم كافة المنشآت اللي مصممة على 120. وهذا ما حدث بالمملكة، حيث مؤخراً منذ سنة أو سنتين تم تغيير السرعات للرياح بالمملكة ورفعها بمعدل تقريباً بحدود 20%. إذن تغير الحمولات يستدعيني لإعادة تقييم المنشآت. الانفايرومنت افكتس، تاثيرات البيئه. العدو الرئيسي مثل ما قلنا للحديد الكلورايد، والكلورايد موجود بالماء وموجود بالمناطق اللي قريبه من الشاطئ. رح نشوف ببعض الصور السلايدات كيف بياثر الكلورايد على الحديد. هل تاثير هذا وتسبب صدا وتاكل كبير للحديد يستدعي ايضا اني اعيد تقييم واصلاح المنشات المعدنيه. lack of maintenance، انا ماني مهتم بالمنشأ اللي عندي، لاحظت في صدى في بعض المناطق تركته، تركي لهذا الصدى سوف يؤثر على المنشأ، لان الصدى مثل ما بنعرف راح يمتد ويصال كافه العناصر. سرعه معالجه هذا الصدى تعطيني تاخير بصيانه وتقويه المنشأ المعدني. ومثل ما ذكرنا ايضا بالسلايد الأول أو الثاني، الـ lack of skills installer، عندي installer أعمال التركيبات في عندهم جهل أو عدم معرفة، عدم خبرة بتركيب المنشآت المعدنية، أو فهم للحمولات وعمل العناصر
المشكل للمنشأ المعدني يدعو لإعادة تقييم المنشأ. مثلا عامل بإحدى المنشآت بتركيب العمود والبيز بليت البولت الأنكر بولت كان زايح عن المركز، فبالتالي عن مركز الهول، فبالتالي العامل مثل ما شفنا في بعض المشاريع يقوم بعملية ثني لهذا البرغي أو البولت حتى يأتي على سنتر الهول وبركب البولت وما حد بنتبه عليه. إذن بهذه العملية عمل إجهاد للبولت اللي عنا، عملية الإجهاد راح بتطبيق الحمولات سواء رياح أو الحمولات المصمم عليها المبنى سوف يزيد هذه الإجهادات. ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى انهيار هذا البرغي، لأن هو مسبقاً هذا البرغي مجهد، والبراغي كما نعلم مقاومة البراغي بتكون هاي سترينجز، فبالتالي البراغي راح تنهار بالبريتل فراكتشر، انهياره بالبريتل فراكتشر نتيجة تحميله أو إجهاده مسبقاً لهذا البراغي، وهذا نتيجة العمالة الغير مدربة على تركيب المنشآت المعدنية. بأحد الأماكن هنا بالإنفايرومنت إفكت للعناصر، في عنا رصيف بحري، هالرصيف البحري حديد طبعا هون بالظل متآكل بنسبة كبيرة، الحديد هون مثل ما شايفين مهتري حتى الخرساني طالعة، رصيف أبني جنبه تأخير بالصيانة، ماذا سيحدث؟ قد يحدث مشكلة إذا لم نسرع في عملية الصيانة وتقوية هذا المنشأ أو هذا الرصيف. طبعا هذا مثل ما برجع بذكر كان بمحاضرة الأستاذ رزق عن صيانة الموانئ، وهذا رصيف بحري تذكرنا فيه. الصورة الثانية لاحظوا معي، هذه الصورة هي عبارة عن بوست لايت بول قريب من البحر تقريبا بحدود 50 إلى 60 متر يبعد عن البحر فقط، عندما وجدناه بهذا الشكل تم الاطلاع عليه فقد سألنا عن العمر لهذا المونوبول أو لهذا البول اللايت بول، أجابنا حقيقة بأن هذا البول أو اللايت بول فقط منفذ من لا يزيد عن سنة. انظروا إلى التأثير للكلورايد على الحديد، صدأ كبير وتآكل بالحديد، هذا التآكل قد يكون مثل ما قلنا السكيلد ليبر ما كان في مركزية، فممكن يكون عمل هول زيادة، لكن هالهول أيضا تآكلت بسبب تأثير البيئة البحرية بوجود الكلورايد عليها. انهيار الماتيريال ديفيشنسي مثل ما حكينا ممكن تسبب لي انهيار حتى قبل وصولنا لليلد بوينت أو إجهادات الخضوع. لاحظوا معي بالصورتين اللي على اليمين واللي على الشمال، اللي على اليمين انهار منشأ وهو تحت التنفيذ الحقيقة، يعني ما طبقنا عليه إسعى الحمولات، بنلاحظ من شكل القص من شكل الانهيار أولا بمنطقة البراغي وهو المنطقة الأضعف، وشكل الانهيار هو بريتل فراكتشر. السبب اللي بيؤدي للانهيار انه السترينكس عالي لكن ما في دكتيليتي بهذا العنصر، فبيؤدي للانهيار بالبريتل فراكتشر. لو طلعنا بالمقابل على اليسار الانجل كيف فيها توريجينال باكلينج ادى لفتل وانعطاف هذا العنصر لكن دون حدوث أي تشقق أو انكسار حتى بالمنطقة الضعيفة بمنطقة البراغي، هذا بيعطيني مؤشر
ان هذا الليج او هذا العنصر المعدني ينهار بالدكتايل لكن مرونته عالي، ولذلك كان شكل الانهيار بالشكل اللي انتم شايفينه. كيف بدي اميز انا بين البريتل فراكتشر والدكتايل فراكتشر؟ لاحظوا معي انا بالشكل، عندي بالتنسل تيست ممكن اطبق انا شد على العنصر المعدني واشوف آلية انهياره. اذا تطاول معي ثم انقطع وتقاصر مقطعه، دليل على ان هذا المقطع او هذا العنصر هو عنصر لدن او لديه مجال للدوني. اما اذا انقطع بهذا الشكل مثل ما احنا شايفين، معناته العنصر عندي قاسي وانهياره بالبريتل فراكتشر بصير مثل ما لاحظنا بالصوره. طبعا اللي بيأثر على المواد ومقاومة المواد واللي بيزيد من السترينكس تبع المواد هو عنصر الكربون بشكل رئيسي للحديد. ففي أحد التجارب التي تمت على عدة عينات وبنسب متفاوتة لوجود عنصر الكربون بالكومبوزيشن أو التركيب للحديد، كما نلاحظ بالجدول التركيب الكيميائي، الكربون عندنا 0.3 0.41 0.49 0.55 بالإضافة لتركيب المعادن الثاني اللي داخلي بتركيب الحديد، لكن الزيادة كانت دائما بعنصر الكربون. العناصر الثانية عبارة عن فروقات طفيفة. نلاحظ من خلال التجارب أن العنصر أو العينة دي والتي تحمل نسبة كربون 0.55% ان السترينكس تبعها عالي، بينما الدكتيليتي تبعها ضعيفه جدا. اذا اللي اقل بنلاحظ ان في عندي سترينكس اقل من دي لكن الدكتيليتي ايضا ماشي حالها. باللي اقل نسبه كربون بنلاحظ ان الدكتيليتي كثير جيده مع، لكن طبعا السترينكس بتخف. اما الحديد الجريد A أو العينة A اللي نسبة حديدها الكربون عفواً بالحديد 0.3%، بنلاحظ أيضاً إن هي كيف الدكتيليتي ومجال الدكتيليتي عالي مقارنة بالسترين تبع الحديد. إذن نريد منشأ قاسي زيد نسبة الكربون، وهذا بترجع للمصنع. على المصمم لا يكتفي فقط بالتصميم، لكن إذا كان له الخيار في أن يطلع على تركيبة الحديد والسيرتيفيكيت مانيفاكتشر للستيل بيكون أفضل، لأن توصيفه للمواد راح يكون أفضل ويتأكد أن المواد التي تورد إلى الموقع مواد صحيحة. لصيانة المنشآت عندنا وتقويت المنشآت المعدنية، إيش لازم أعرف أنا كمصمم أو كمهندس ريبير كمهندس تقوية منشآت معدنية؟ الحقيقة لا يمكنني أن أحكم على آلية انهيار العنصر الإنشائي أو العنصر الستيل الستراكتشر أو المنشأ المعدني إن لم يكن لدي الخلفية عن الدراسات النظرية وآليات الانهيار للعناصر المعدنية، لأن هذه الآليات التي درست لنا بالكتب والكودات هي نتيجة اختبارات مخبرية، نتيجة اطلاع على مشاكل بالواقع، تم التوصل بالنتيجة لهذه الآليات. فلو بدأنا بالعناصر المعرضة للضغط، العنصر المعرض للضغط إذا كان ضغط مركزي عندي عدة آليات انهيار راح نشاهدها، إما الجنرال باكلينج أو الجلوبال باكلينج، وهو العنصر جناح العنصر وجسد العنصر يحافظ على شكله لكن بيعطيني ديفليكشن. ها
الديفليكشن هذا بنسميه الجنرال باكلينج او الجلوبال باكلينج مثل ما احنا شايفين بالصوره. طيب اللوكال باكلينج عندي نوعين ايضا بنفس الاعمده اللي تتعرض لقوه ضاغطه، اما بيكون عندي باكلينج بالجناح او بيكون عندي باكلينج بالجسد، وممكن يكون بالجسد والجناح. والباكلينج هو عمليه تشوه تحدث للجناح او للجسد، مثل ما لاحظين بهذه العينه كيف عمليه تشوه حاصله لوكال باكلينج، هون عمليه ايضا لوكال باكلينج بالاجنحه. هي بالنسبه للعناصر المعرضه للضغط. إذا ذهبنا للعناصر المعرضة للشد، ومثل ما لاحظنا بالمثال السابق بدنا نرجع عليه، عفوا بدنا نرجع على المثال بس لنعمل ربط بينه. بهاي العينة الستب، الستب هون الحقيقة تعرضت، في عندنا حمولات خفيفة كانت رياح ووزن المنشأ، وفي سترينجينج بسيط ادى الى الانهيار. انهيار وين؟ بالوصلي. الانهيار بالوصلي يجب تحقيقه اهم من تحقيق العنصر. السبب الوصلي راح تكون اضعف من العنصر، وفي بعض التصاميم اللي تم مراجعتها لبعض الابراج اكتشفنا بهذه التصاميم ان المصمم صمم العنصر ليأخذ 90-92% من طاقته أو من القوة المطبقة عليه، لكن بالحقيقة إذا جينا للوصلي، الوصلي يجب تخفيض حمولة العمود أو تحمل العمود نتيجة الوصلي لنسبة قد تصل معنا ل 40%. وهذا الموضوع يعود إلى شكل الوصلي، ترتيب الوصل، كيف الوصلي بتتم، عدد البراغي بالوصلي، هل هي لحام أو براغي. لذلك عند معرفتي لهذه الآلية، لهذه الأمور النظرية بالتصميم بتوجهني وتكون لي دليل بالاطلاع على الموقع لمعرفة آلية الانهيار والتدقيق عليها. بنلاحظ هون عنا في بعض الصور أيضا، لاحظوا عملية الباكلينج جنرال باكلينج للسكشن، ولاحظوا ايضا في كاني دوران، اذا لوكال باكلينج مع توريجنال باكلينج، لاحظوا ايضا هون. اذا هاي الامثله بتبين الاليات حقيقه اللي بنشوفها بالواقع، اليات الانهيار هي يعني زي ما قال الكتاب مثل ما بقول اخواننا المصريين. انواع الانهيار الثاني، اذا في عندي توريجنال فليكسترال باكلينج، التوريجنال باكلينج والفليكسترال توريجنال باكلينج بالاعمده، وبالصوره السابقه شفنا اشكالها. ايضا المعرفي، ايضا معرفتي انا النظريه، اطلاعي على الامور النظريه، تمكني منها بخليني عند امثل المنشا، اطلع اشيك على المنشا، اكون واعي لكل الامور اللي بتصير معي او اللي صايرة للمنشأ، وبتخلي حكمي على آلية الانهيار وكيفية التدعيم للمنشأ دقيقة وصحيحة 100%. مثلا بأحد التصاميم أيضا اللي تم مراجعتها، أحد الزملاء بالتصميم ماخذ طول التحنيب، لاحظوا معي بهيك المنشأ أخذنا هل شو اسمه، لأنه مشابه لمثال تم تدقيقه، أن هل المنشأ باتجاه لو فرضنا اكس مسنود جانبيا، بينما بالاتجاه واي لاحظوا معي غير مسنود بهذا الاتجاه. اذا اخذت طول التحنيب انت كسند جانبي هو ال على 2، معناتها انت حملت طاقه العمود او زدت تحمل طاقه العمود 50% مما هو يتحمل. اذا عند براجع تصاميم انا او براجع المنشا بعرف هالامور او هالامور هي لازم ادقق عليها وانتبه عليها اثناء عمليه الري ايفالويشن او ري ديزاين للاستراكشر. من الامور الهامه جدا واللي حدثت معنا البريسنج،
عملية البريسنج مهمة جدا جدا، ومن الشغلات اللي لازم يدقق عليها، لأني مثل ما بنعرف زملاء البريست فريم بيختلف عمله عن الان بريست فريم، لأن عملية الوسق للمنشا وتقييد الإطار المعدني تخفف كثيرا من أثر العزوم على الأعمدة. عندما ألغي أحد البريست أو البريسنج سواء كان أنجل أو كيبل بريسنج، معناته أنا خفضت من طاقة العمود أو تحمل العمود. بأحد المشاريع التي تم الاطلاع عليها حقيقة فوجئنا بأن المقاول لتنفيذ الهيكل نفذ المنشا حسب المخططات، ضب اغراضه ومشي، اتى مقاول التشطيبات لقى بريسنج بالواجهه، هالواجهه بده يضع فيها معروضاته، لقى هالكيبل مشوه للمنظر، فما كان من المقاول الا ازال هذا البريسنج. تصور زملائنا اذا ازلنا هذا البريسنج الكروس بريسنج، فشو بده يصير بهذا العمود؟ بدل ما يتحمل خلينا نقول مثلا 50 طن، فبالتالي طاقته راح توصل 25 طن. اذا امور لازم نركز عليها بعمليه التدقيق بالموقع، فهمنا لاليات الانهيار لتسهل علينا عمليه للسترينسنج. حكينا على الاعمده، بننتقل لموضوع الجسور. بالجسور عندنا ديفليكشن وعندنا اللترال باكلينج. ملاحظ بالصوره اللي عندنا اللترال باكلينج طبعا نتيجه تطبيق الحمولات والعزوم ممكن يؤدي لازاحه جانبيه للبيم او للجسر. ملاحظ بهذه الصوره اللي على اليسار كل انواع الباكلينج موجوده فيها. ملاحظ العمود الجسر البعيد، لاحظوا معي مع الماوس هون او هنا معرض الجائز او الجسر او البيم لديفليكشن او باكلينج باتجاه الجسد. لاحظوا هون الجسر الثاني، اذا في عندي انا لوكال باكلينج في الوينج، وفي عندي انا لوكال باكلينج في البادي او بالجسد. بنلاحظ دون الجسر الثالث، الجسر الثالث في عندي بالجسد وعندي ايضا بالاجنحه، ويبدو ان هون ايضا في عندك كاني مثل اللاترال تورجن مؤدي لفتل هذا الجسر. بنطلع هون ايضا الجسر النظيف المو مصدي، ايضا في عندي انا تشوه بالجسد أو باكلينج بالجسد وبالجناح. لو لاحظنا هنا أيضا عملية اختبار بتبين الباكلينج ديفليكشن مع لوكال باكلينج بالجناح مع الباكلينج بالجسد للجسر أو للبيم. ليس علينا فقط أن نركز على العناصر، لكن أيضا يجب علينا أن نركز وفهم ومعرفة كل التفاصيل بالنسبة للجوينت بالستيل ستراكشر. المسافات بين البراغي بين البرغي ونهاية العنصر، بين البرغي ونهاية البليتي، كل هذه الأمور لماذا يجب علينا معرفتها وحفظها بصم؟ لأن عند ذهابنا إلى الموقع والاطلاع على المنشأ لتقييمه هالعناصر مهمة كتير كتير، لأن كتير أخطاء بالموقع بتصير يتغافل عنها المقاول، والمقاول بده ينفذ ويمشي. إذا المهندس المشرف أو الاستشاري لم ينتبه على هذه الأمور راح يصير عندي مشكلة تستدعي أنك تطلع على الموقع أنت كمهندس ريبير أو سترينثنينج لا تشوف الوضع. في بعض الأحيان نتيجة
صنع المواد بالموقع أو عفوا بالمصنع، عملية الفابريكيشن، ممكن البراغي يتم سحب البراغي قريبي من ناحية البليتي، ممكن البيم يكون البراغي مسكوبي قريبي من نهاية البيم. طيب أنا إذا ما بعرف الاشتراطات البعدية للبراغي عن النهايات العناصر ونهايات البليتات أو الكونكشن الموجودة للعنصر، وكان في بالموقع عندي انهيار بأحد هذه العناصر، كيف بده يكون تقريري؟ أكيد ما راح أعرف، لأني هالجانب هذا بالنسبة لي غير معلوم. إذن يجب أن نركز على موضوع الوصلات، اشتراطاتها، تنفيذها عند التدقيق على أي منشأ. بنلاحظ العينة هون بالمثال، مثال عملي. الحقيقة هون بهالمثال أيضاً منشوف خطورة البريتل فراكتشر. البريتل فراكتشر إيش السبب إنه خطر؟ لأنه يحدث فجأة دون سابق إنذار، وقبل أن تصل الإجهادات عنده مثل ما قلنا لإجهادات الإف يلد بوينت مثل ما حكينا. لاحظ معي كيف بصير عملية القص. هون عندك أول شيء وصلت قص، جسد متصل مع العمود بزاوية مثبتة ببراغي، وعندك البراغي مثبتة على الجائز أو البيم وملحومة البليتي. إذن بنلاحظ بالصورة هون مكبرة أني الانهيار صار بجسد، وشكل الانهيار بيوحي لي أني في عندي بريتل، دليل أني هون عندي نسبة الكربون عالية بالمواد، والانهيار سمي أنا بريتل فراكتشر حدث عندي. أيضا هنا لاحظوا معي هون بهذا المثال بالعقدي، إذن شفنا مثال كيف العقدي كلها صايره بريتل فراكتشر، وفي عندي كان بالمثال السابق باكلينج. هون بهاللك هاي صار عندي انا التوريجن الباكلينج للاليمنت او للليك، مع عباره عن تشققات بالمقطع الضعيف بمستوي البراغي، دليل اني بهذا العنصر في نسبة من المطاوعة أو الدكتايل للعنصر أدى للانشقاق لكن ما انهار، لأنه أيضا في دكتيلتي بهذا العنصر، لكن بسبب الإجهادات أدى للتوريجن مع القص بالمنطقة الضعيفة. أيضا هون لاحظوا معي بمثال كيف البراغي بتنقص قص دون أي ductility فيها، دون أي تطاول. طبعاً نحن بنستخدم الهاي سترينكس للبراغي لإنقاص عدد البراغي، لكن الحقيقة إذا في عندك براغي بيكون عددها كافي وما بيضايقك بالوصل، يفضل استخدام ولو قليل من الductility بالبراغي، حتى الانهيار إذا انهارت البراغي بنهار البرغي لكن بيظل معلق، ممكن يصيبه تطاول أو التواء. وهي بالنسبة للكونكشن يوصي الكودات العالمية بعمل تقوية الوصلة، وعمل البيم يكون يحصل فيه الدكتيلتي أو يصل مرحلة اللدوني قبل الوصلة امتصاص قوة الزلازل، وراح نشوف التوصيات أيضا في بعض السلايدات القادمة. بعملية البراغي لازم نشيك على القص في البراغي، وانتبه هالقص عندي مستوي إلى اثنين مستويين، لازم أشيك على البيرنج. البيرنج هو تأثير قوة الضغط من البرغي على الصفيحة، مثل ما احنا شايفين بال صفيحة اللي على اليسار، كيف تأثير البيرنج بياخذ بالصفيحة وبضغطها فيها وبيعمل لها تمدد، لازم أتشيك عليها. هذا مهم كثير بعمل الكونكشن.
ايضا من الشغلات اللي بنشوفها بالاي اي اس سي اللي لازم نشيك عليها هي عباره عن الشير سترينكس والتنسل سترينكس والريزيستنس تو سليب بين الصفائح والبيرنج مثل ما ذكرنا وتاثيره على الهول، وعندنا البراينج فورس كيف بصير معي في مثال بيؤدي تقريبا للانعطاف او بسميها الماكسيمم براينج فورس اللي ما بتؤدي لا التشوه او حدوث الانهيار للعنصر. بالنسبه للاي اي اس سي، اي اي اس سي 360/16 عطى عده امور كيف بدك تمشي انت بعمليه الايفالويشن. نستخدم اولا الاي اي اس سي 316 لتشيك على الحمولات والسترينكس للعناصر، هذا اولا. ايضا قال اني لازم نشيك على الماتيريال، بنشوف التنسل برابيتي، بنشوف الكيميكال كومبوزيشن، بنشوف الميتال بيز تفنس قساوته، بنشوف الحديد، بنشوف البراغي، بنشوف الريفتس. اذا كل العناصر اللي موجوده عندك بالمنشا اللي انهار منا نشوفها. طبعا بالمناطق المنهاره اللي منقول كل بيزن بالمناطق المنهاره، هناك بعض المناطق لا تكون تنهار، لان انهيار مثل ما بنعرف يا اما بيكون بعنصر او بعقدي او ببرغي او بيكون جلوبال بكل العناصر او بالمنشا. الايفالويشن الاستراكشر بيقول لك لما بدك تطلع انت للموقع لازم تاخذ كل التفاصيل الموجوده عندك بالموقع، مثل ما ذكرنا النصائح بالنسبه للعنصر، بالنسبه لاليات الانهيار، بالنسبه للبولت، التباعد بين البراغي، مسافات الحام، سماكات الحام. هالامور كلياتها اذا طلعت انت على موقع في مشكله بستيل ستراكشر لازم تاخذ كل الدايمنشن وتعمل لها ريكورد مشان تعمل انت الايفالويشن للمنشأ وتشيك على السيرفيسبيليتي حسب الاي اي اس سي 360/16. الايفالويشن بيتم بطريقتين مثل ما ذكرنا، بالتحليل اما اليدوي او باستخدام الكمبيوتر والسوفت وير اللي عندنا، او بعمليه اختبار evaluation by load test. اذا بتاخذ الحمولات عندك الماكسيموم وبتجري عليها عمليه الاختبار لتشوف كفاءه العنصر طبعا بعد التقويه. والحمولات اللي بتعمل عليها الاختبار حسب الاي اي اس سي 360/16 هي 1.0 deadload زائد 1.6 لايف لود، وبتشيك السيرفيسبيليتي عليها، وبتعمل بالاخير بعد ما تعمل التصميم وزرت الموقع وكذا تعمل ايفالويشن للريبورت. حكينا عن المنشآت المعدنيه، ايش اللي لازم نعمله، ايش اللي لازم نتجنبه لتجنب عمليه الريبير والاصلاح وتقويه المنشآت، كيف بنحمي الستيل ستراكشر ضد الحريق، ايش اللي لازم نعمله بالنسبه للوصلات، اليات الانهيار. بل عندي موضوع، ما هي التجارب التي نجريها على الحديد؟ كما ذكرت الحديد والخرسانة واحد. الخرسانة مثل ما قلنا في عندنا شيء اسمه non-destructive test، في عندنا شيء destructive test. أيضا الحديد في عندنا كثير تجارب اسمها non-destructive test ممكن نجريها على الحديد، ومنها الالترا سونيك تيست. ليش بنعمل اول شيء التجارب الالترا سونيك او النون ديستركتيف تيست؟ بعمل هذه الاختبارات لمعرفه الكراك او الاخطاء او العيوب التي حدثت بالمنشآت، وهذه المنشآت او العناصر لا يمكنني أن أعمل عليها destructive test. أخذ عيني أروح أحللها كيميائياً، أخذ عيني
اروح اعمل لها تنسال تيست، اخذ عيني اعمل لها شير تيست، اخذ عيني اعمل لها توريجن باكلت تيست، ما بحسن. لذلك لجأوا لتطوير علم الاختبارات واختبار المواد، مثل انطلاقا طبعا من اختبار الانسان وهي الالترا سونيك. مثل ما بنعرف الالترا سونيك بنعمله بالمنشآت الحيويه، عندي خط بايب مي من مدينه لمدينه في اشكالات لا يمكنني ايقاف الماء انا، اذا بلجأ لهذه الاختبارات. بهذه الاختبارات هل يجب علينا ان نعمل اختبار النون ديستركتيف تيست لجميع العناصر؟ طبعا لا. كمهندس ريبير لازم تعرف انت تطلع تشوف الموقع وين في عندي خلل، بهذه المناطق ممكن اعمل اختبارات النون ديستركتيف تيست. واللي بده يطلع يعمل اختبارات لازم يكون متدرب على هذه الاختبار، ولعمل الاختبارات هناك مستويات ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، كل مستوى من مستويات التدريب بتحتم للعنصر او للتكنيشن ان يعمل اختبارات معينه. كل ما ارتفع بطلع بعمل اختبارات متطوره اكثر، وهذه كلها نتيجه طبعا التدريب وخبرته العمليه، يرتقي بمستويات الاختبار للنون ديستركتيف تيست. عندي الفيديو انا ممكن نشغله، بس راح نشوف بس شو الالترا سونيك والفحص كيف بيتم، اللي بيعتمد على الموجات وارسال الموجات، وهالموجه هي بتاخذ طول الموجه وارتدادها، واذا صادفت معك الكراك كيف بترجع وبيحسب طولها وبيبين لك عندك وين الكراك اللي صار او الخلل الموجود بالعنصر. تابعوا معنا، واذا ما واضح لا صوت او صوره ارجو اعلامنا. راح امشي شوي شوي انا، يمكن او نشوفه بالتعليقات. استاذ انس اذا في اي شيء صوت ما واضح ما هو شغيل اليوتيوب. الصورة واضحة ولكن ما في صوت. ما في صوت، دائما نواجه هذا الموضوع. انا سامع الصوت سيدي. ما في مشكلة سيدي، هو هذا غالبا طيب. نحن بنشرح عليه مثل ما قلنا، هي عبارة عن امواج وبتنتقل الامواج، عبارة عن فلو تيار من الامواج بنتقل. بنلاحظ عندنا هون بالشكل اذا في عندي كافيتي بالعنصر المعدني، لاحظوا هون اذا شفنا بالشكل هيك بتروح الموجي وبترجع، لاني عباره عن فلو تنتقل عنا الاشاره. اذا صادفت اي جزء اي خلل، شوف جزء بكمل والجزء برجع، هل حساب المسافه والزمن والرجوع بيأشر لك على هذا الخلل وبيعطيك مكان هذا الخلل بالعنصر او التشقق الديفكت. ايضا راح نمشي شوي شوي نحن مشان الوقت، بعتقد صرنا شي ساعه. لاحظوا معنا طول الموجي، لما بتلاقي اي خلل عندنا اي ديفكت بيعطيه خلل. وطبعا ما بتشتغل الالتراسونيك مثل الفحص لجسم الانسان، لازم تحط جل على البطن على الاجر على الصدر مشان تنتقل الامواج. نفس الشيء بموضوع الالتراسونيك اللي بصير للمعدن، لاحظوا معنا بالصوره اذا بنحطه بدون الجل لانتقال هذه الموجات ما بصير عندي اي تردد انا بالديفايس اللي عندي، الا لازم احط انا جل حتى تنتقل الاشاره مظبوط. لاحظوا لاحظوا بدنا استخدام جل حتى يبلش عندي انا التردد، يعني 100% مثل اختبارات للالتراسونيك لجسم الانسان ومعرفة مشاكله.
لاحظوا معي. طبعا بهذه الأجهزة يتم تحديد التشقق، عمق التشقق، مسافته، أبعاده، كلها يتلاحظوا معي. إذا مكان التشقق بحدده، بحدد أبعاده، وكل المشاكل الموجودة عندك بيستخدموه بالترين، وممكن يتم عملية مراقبة للخطوط الحديدية. طبعا هي منشآت هامة مثل ما بنعرف حيوية، لا يمكن ناخذ منها ديستركتيف تيست. لذلك المصانع، العجلات او تبع الاطارات بيختبرها اذا في كراك ما في كراك. اذا عملية الالتراسونيك، الاختبارات المنشآت المعدنية والعناصر المعدنية، ومثل ما قلنا مو معقول أنا أي منشأ معدني عندي بيم، عندي عمود بوير هاوس ببيلدينج سمبل ستيل ستراكشر بأبني عادي أمسك الألتراسونيك أروح أفحصها. هاي بتفحص بالمنشآت الهامة، ولا يمكن أعمل ديستركتيف تيست مثل ما قلنا لهذه المواضيع. عنا هون بالصورة حطينا لكم الديفايسز اللي بتعمل اختبارات، لان هالاختبارات كل نوع من الديفايسز له عمل بالاختبارات، واحيانا تشترك بنفس العمل. لكن الاختبارات كل ديفايس ممكن يكون عنده جودي باختبار ما اكثر من الاختبار الثاني. طيب الاختبارات النون ديستركتيف تيست هي الالتراسونيك تيست، اي دي كارنت تيست، فيجوال تيستينج، لونج رينج التراسونيك تيستينج، ماجنتيك فلوكس ليكج تيست، والليزر تيست، راديوغرافيك تيست، الماجنتيك تيست، وعدة اختبارات مثل ما قلنا رح نمشي بس مشان ما نطول عليكم. الاختبارات الى جدول شو الالتراسونيك، طبعا رح نحط بي دي اف للمادة العلمية على الصفحة، بإمكانكم تطلعوا على كل الأمور فيها. هون عندي هالجدول بوضح لي الاختبارات، شو الماتيريال اللي أنا ممكن أفحصها فيها، شو السبيد، شو حدود هذه الاختبارات لكل نوع من الاختبارات، شو تأثير الهزرد لهذه الاختبارات على الجسم البشري، والستب لهذه الديفايسز، عملية الستب إلى وتجهيزها منا كتير سريع، منا بياخد شوية وقت، منا بياخد وقت أكثر، مختلف معي. بنلاحظ لما بيكون في عندي أنا راديوغراف، الراديوغراف في عندي أشعة، وهالأشعة هي طبعاً لها تأثير على جسم الإنسان. لذلك المهندس لازم يعرف خطورة هذه الأجهزة على جسم الإنسان، لأنه ممكن يلبس أشياء واقي من هذه الأشعة أثناء عمل الاختبارات. طبعاً الستاندر ذكرنا هون، نذكر أيضاً بعض الستاندرات أيضاً بالنون ديستركتيف تيست. في عنا الآيزو 7963، وفي عنا الايزو ايضا مع الدي اي اس 11666. الايزو كله بحكي عن نون ديستركتيف تيست للحامات، للكالبريشن، للاختبارات كيف بتتم. ايضا في عندي اليورو كود، جبنا لكم كل او معظم اليورو كود اللي بيحكي عن هذا الموضوع. ايضا اختيار النون ديستركتيف تيست مثل ما قلنا، من هو اقدر انسان على ان يخبرك ما هو الاختبار وما هي الاداه التي يجب ان تعمل بها الاختبار. اذا بدك تروح على المخبر، مخابر التيست طبعا بخدموك في هذا الموضوع. لكن مثل ما بيقول مثل اهل مكه، ادرى بشعابها. اذا اعدت للمصنع لهذه الديفايسز او التولز او الادوات او الماشين، المصنع هو بيعرف كل ماشين شو كفاءتها وشو مقدرتها ولايش بتستخدم او لاي اغراض اكثر من امور ثانيه ممكن استخدامها. بدنا نحكي بعد ما حكينا عن النون ديستركتيف تيست، بدنا نحكي عن الديستركتيف تيست، وبدنا نعمل مقارنه بعدين بين الديستركتيف تيست والنون ديستركتيف تيست. الديستركتيف تيست
من فوائده اني بيعطيك الخواص للماتيريال، بيحدد لك الكواليتي للحامات، بيساعدك بالتقليل من حدوث الانهيارات وايضا من تقليل الكلف. اذا هي الفوائد للديستركتيف تيست. شو الديستركتيف تيست اللي بنعملها؟ طبعا اختبار اول تنسل تيست. بالتنسل تيست مثل ما ذكرنا بسلايد سابق كيف نعمل عمليه بنطبق قوه شد بيؤدي لتطاول، بنحسب تطاول نسبه الاستطاله مخطط السترين مع الانفعالات، منه بنستنتج الاف يلد والاف سترينكس للعنصر، ممكن نستنتج الدكتيليتي لهذا العنصر، القساوي لهذا العنصر بالتنسل تيست. ايضا الكومبريسيف تيست عباره عن طريقه لتحديد سلوك العناصر المعدنيه تحت حمولات الضغط او الكراش، وبنحدد فيها ايضا مخطط الانفعالات والاجهادات، بيحدد لي مرونه او حدود المرونه للعنصر، بيحدد لي اليلد بوينت ايضا، بيحدد لي سترينكس بوينت ايضا. طبعا الاختبارات نرجع دائما للاي اس تي ام اللي هو بيوضح لك طريقه الاختبار وكيفيه تتم وعملها وشروطها. البندج تيست ايضا بيحدد لي الستريس، بيحدد لي البندج مومنت، بيحدد لي الستيفنس للعنصر، مقاومته للفليكسرار. التوريجن تيست ايضا بيحدد مقاومه من يعني اهم الامور له مقاومه العصر للتويستنج او لا التوريجن مومنت. اذا هذه الاختبارات النون ديستركتيف تيست. المقارنه بين الديستركتيف تيست والنون ديستركتيف تيست، النون ديستركتيف تيست بيحدد لي عيوب، يعني في عندي كراك، في عندي تشققات، في عندي خلل. الديستركتيف تيست بيعطيني بروبرتي للماتيريال، يعني الالتراسونيك ما بيعطيني اليلد بوينت، ما بيعطيني السترينكس، ما بيعطيني الدكتيليتي، لكن بيأشر لي ان في عندي انا خلل، في عندي تشقق بهذا البايب، بهذا العمود، بهذا المنشأ، بهذا الخزان، خزانات المياه الاستراتيجيه مثلا. اذا يشير لي عيوب. النون ديستركتيف تيست لا نستخدم له حمولات، ما عندي حموله اطبقها، عباره عن اشعه او التراسون بطبقها على العنصر وبشوف من نتيجه الترددات شو اللي عندي ديفيشنت بالعنصر، بينما بالديستركتيف تيست عندي ابلاي لود بدي اطبقها. النون ديستركتيف تيست سهل كثير، اجهزته صغيره بشيلها بالبوكيت بالشنطه، بشيلها وبروح بعمل اختباراتي، بينما الديستركتيف تيست بلزمني انا مع ادوات مخبريه لاعمل هالعينات. الديستركتيف تيست ما بيعمل تدمير للعينات، بينما الديستركتيف تيست بيدمر العينه ولا يمكن اني ارجع استخدمها، بينما بالنون ديستركتيف تيست بتضل العينه العنصر على حاله وبعمل له ريبير وبساعده دون حدوث اي خلل فيه. الديستركتيف تيست مكلفة، لاني بدي تكنيشن، بدي معدات اختبارات، بدي تولز. النون ديستركتيف تيست عباره عن ماشين صغير شلته ومشيت، غير مكلفه. الديستركتيف تيست بلزمني ناس تكنيشن عندهم الخبره باجراء هذه الاختبارات. اما النون ديستركتيف تيست بلزمني ايضا ناس عندها خبره متدربه، لكن ليس مثل الديستركتيف تيست. اذا هذه المقارنه بين الديستركتيف تيست والنون ديستركتيف تيست. ننتقل لموضوع، قبل ما ننتقل للكيسز ستدي اللي مرت معنا بالنسبه لتدعيم بالمعدنيه او تدعيم بالستيل بالعناصر المعدنيه او تدعيم المنشآت المعدنيه، في ريكومنديشن
للجون او خلينا نقول البرفورمانس سيسميك بيرفورمانس للمنشآت. طبعا هل بيرفورمانس امبروفمنت اور انهانسمنت كلها ظهرت بعد زلزال اسمه نورثريدج بالولايات المتحده الامريكيه عام 1994. نتيجه الزلزال اللي حدث وشافوا طبعا كان الابنيه المعدنيه من خلال مراقبه هذه العناصر بعد حدوث الزلازل، العناصر اللي انهارت، العناصر اللي ما انهارت، الجوينت اللي انهارت، الجوينت اللي ما انهارت، درسوا هذه العناصر وهذه الأبنية وخلصوا لموضوع أو أحد المواضيع اللي خلصوا لها بالإنهانسمنت سيسميك بيرفورمانس بعمل جعل البيم يصل لنقطة الدكتيليتي المطاوعة، أي يتجاوز حد المروني قبل الكونكشن وقبل البيم، لأن هذه العملية تمتص طاقة الزلازل. ما هذه الإجراءات اللي بينصح فيها الكود AISC أو فيما؟ ممكن نرجع للفيما 350 ل 354 على ما أذكر، ترجعوا له بتلاقوا فيها كتير أمور عن Evaluation of Steel Structure Enhancement Performance Against Seismic للعناصر، تقييم المنشآت بشكل كبير سواء كانت ستيل ستراكتشر او وود او حتى اذا عندك بلوك ايضا بالفيما. الحقيقه مراجع رائعه جدا جدا، اذا اطلعتوا عليها ودرستوها بتقيم لك الزلازل تقييم رائع جدا جدا وبتعطي ريكومنديشن كثير مفيده. نرجع لموضوعنا، اهم شغله كان من ريكومنديشن انك تقلل مقطع البيم عند اتصاله مع العمود. صغرت المقطع فبالتالي بهذه النقطة نقطة الاف يلد راح تصل قبل ما يصير بمنتصف البيم، وبهذه التقليل ووصول الجسر او البيم بهذه المنطقة اللي بعد الكونكشن للدكتيليتي او اليلد بوينت بيعمل على امتصاص طاقة الزلازل. عندي عدة أشكال لتقليل المقطع أو الريدكشن بيم سكشن. الشغل الثاني الولدد هينش، أني أقوي أنا المنطقة الوصل، فبالتالي إذا قويت هالمنطقة هاي المنطقة راح تتحمل قوى أكبر من هذه المنطقة، وبالتالي هذه المنطقة سوف تدخل بمنطقة الدكتيليتي قبل الوصلة. والهنش ممكن يكون عفوا بشكل مثلث أو بشكل مستطيل. الشغلة الثالثة اللي عملوا اللي ريكومنديشن للسيسمينج بيرفورمانس انهانسمنت أو امبروفمنت، تركيب بولتد براكت، إما عبارة عن بولت أو زاوية، أيضاً هي زيادة مقدرة أو طاقة الكونكشن والبراغي. طبعاً مثل ما قلنا إذا بيكونوا في اندكتيليتي، إذا حدث أي شيء ممكن يصير عندك هوني بدل ما تكون ريجيد سيمي ريجيد، هل دكتيليتي اللي بتتأمن من البرغي ممكن أيضاً تمتص من طاقة الزلازل. إذن ثلاث أمور أساسية عمل فيها ريكومنديشن الكود AISC وايضا الفيما هو فيدرال امرجنسي ماتيريال اسوسيشن بالولايات المتحده الامريكيه. التقويه للمنشآت، طبعا كل حديثنا سابقا عن معرفه الاليات وكيف لازم أدرس المنشأة وش العناصر اللي بدها تصير مع الفيرة لا أقويها. بنرجع بنشوف إما بقوي أنا بالستيل أو بقوي بإيش بالكربون فايبر، وراح نشوف الفايبر والكربون إيش النقاط الأساسية والمهمة بتدعيم الستيل. إذن مثل عنا أحد منشآت
أو العناصر الصغيرة جداً اللي بتمثل عملية التقوية. بهذا السيستم هو عبارة عن أدوات لاختبار أبليفت تيست لحمولات تصل ل 700 أو 800 طن أحياناً. إذن عملية التصميم تستدعي مننا هون عملية تقوية الزوايا، لأني بسبب قطر الباي ما ممكن أحط أنا مقطع كبير ليشيل اللود، فبالتالي بختار أنا دبل أنجل باك تو باك وببلش بقويهم وبعمل ستيفنس أيضا للبيم ولا سواء عند السبورت أو سواء بالمنتصف. وهذا مثال صغير على تقوية المنشآت المعدنية. أو بحط بليتات مثل ما بنشوفهم بالمثال، عندي بليتات بحط بليتات بقوي المقطع بالبراغي بوصلهم وبزيد كفاءة المقطع على البندنج وبزيد عطالة المقطع الحديدي. بنلاحظهم بالصورة الثانية حطيناها لتشوف الفرق بين الكواليتي والآن كواليتي أو ديس كواليتي. بتلاحظ عندك هون في عندك رستد، طيب كيف عملت اللحام؟ كيف حطيت هالبليتي هاي على المقطع؟ إذن بعملية السترينغسنينج وتقوية المنشآت يجب أن تعمل مثل ما بيقول مثل على نظافة. بنظف المقاطع الحديدية إذا في عندي رستد، في عندي أي، في عندي دهان، في عندي أويل، أي مواد بريز، أي شيء عندي ماتيريال موجودة على العنصر المعدني لازم أنظفها بمواد كيميكال خاصة بتنظيف المعادن، وبعدين أشتغل بتقوية العنصر المعدني. تقوية الحديد بالكربون فايبر، الحقيقة الكودات اللي تحدثت عن تقوية المنشآت الخرسانية بالكربون فايبر هو الكود الأمريكي، وفي عندك الأوروبي، وفي عندك أيضا البريطاني، وفي عندنا أيضا الكود المصري. بالستيل ستراكتشر ليس لدينا معلومات إن في كود اشتغل على هذا الموضوع، لكن هناك تجارب واختبارات وتكست بوك تمت على هذا الموضوع. عملية التقوية للعناصر المعدنية ممكن أنت تقويه بالنسبة للانعطاف، بالنسبة للقص، وبالنسبة للضغط، نفس عملية التقوية مثل ما بتتم للعناصر الخرسانية. لكن في أمور مهمة جدا نحن راح نذكر الأمور وكيفية طريقة التصميم، شو الستيب تبع الديزاين اللي لازم أعملها بالكربون فايبر للستيل. لازم دائما أشيك على السترين ليميت للجهادات سواء الفايبر أو الحديد اللي عندي، ولازم دائما يكون عندي ضمن الليميت والحدود المسموحة. وعندي أيضا لازم أنا السترين للكومبوزيت سيكشن لازم يكون عندي بين الحديد وبين الفايبر كربون والسترين الأساسي للحديد. عند بحقق هذه العلاقات بحقق الإجهادات أكبر من الإجهادات اللي على العنصر، بيكون تحقق معي العنصر وعملنا تقييم. طيب طريقة التصميم، أول شيء الكاباسيتي تبع ان سترينج سيكشن، باخذ المقطع الغير مقوى بدرس الكاباسيتي تبعه، بقارن انفعالاته مع الانفعالات المسموحه، بروح بقرر بعدين الانفعالات، بشوف المقطع المقوى، بدرس خواصه، بدرس الانفعالات اللي صارت له نتيجه القوى. مع الخطوه الاخيره بقارن الانفعالات للمقطع المركب بالكربون فايبر والستيل، اذا كانت أقل من الليمت اللي عندي إذن بقول أوكي، والفايبر كربون عمل عملية التقوية. لا، شفت الانفعالات أكبر من الليمت اللي كانت بالصفحة قبله أو بالسلايد اللي قبله، إيش بعمل بهذه العملية؟ برجع للكربون فايبر للعنصر المقوى أو تقوية العنصر، وبزيد بالكربون فايبر حتى تخف معي السترين وتكون اقل من الليمت اللي عندي، اذا بقول هون عمليه الديزاين تمت. لكن في امور ثانيه
قبل ما ندخل بالكيز ستادي كتير كتير مهمة لازم نمشي عليها. طبعا نحن مع الأسف ما حسنت أدخل فيها مثل ما قلت لكم لأني كان عندي أسبوع وهذا الموضوع يحتاج لوقت، وحتى الآن صرنا ساعة وعشرين دقيقة. حقيقة بعتذر للتأخير لكن إيش بدنا نعمل. في أمر مهم جدا جدا لازم أنتبه لتقوية العناصر المعدنية بالكربون فايبر إلى موضوعين أيضا بتدرسوا معي، هو موضوع إذا في عندي كراك، على كراك بعمل ديبوندينج طبعا إلى فاكتور بتدخله بعملية التصميم. الأمر الثاني والأمر المهم جدا جدا بعملية الدفعين بالكربون فايبر لازم أدرس أيضا قدرة الأدهسيف وأرجع للمصنع وأخذ الماتيريال المضبوطة حتى تأمل لي أدهسيف بين الستيل وبين الكربون فايبر. الحقيقة من النقاط المهمة والرئيسية، وإن شاء الله يمكن في لقاء تاني مقررينه ممكن نحكي عن هذا الموضوع بشكل أكبر مع المهندس أنس. أخيراً بدنا نحكي عن حالات كيز ستادي حدثت معنا لتقوية المنشآت بالحديد أو تقوية المنشآت المعدنية. أحد المشاريع تقريباً من 2014 أو 2013 كان عبارة عن تونل، هذه التونل خرسانية، وردت مخططاتها من المصنع، لازم مصنع مواد جيرية، في عندي التونل رح تنقل المواد، رح نشوف الصور التالي، هل التونل رح تنقل، في عندي أنا هون عبارة عن مثل ميزان أو منخل بنزل الحصو، هلا بنشوف صور كمان، في عندي اثنين سير، لاحظوا هون الترنت على التناوب، في عندي الفتحات تحت كل خط فتحات، في عندي أنا كونفير سير بينقل المواد، الارتفاع للمواد 21 متر من سقف من أسفل الكونكريت تونل. الكونكريت تونل 3 أمتار تقريبا، إذا باقي عندي 18 متر ارتفاع المواد. لو أخذت السكشن لا هذه التونل ارتفاعها 3 أمتار وعرضها 5 متر، الجدران 30 سنتي، أرضيتها 30 سنتي، السقف مع الأسف 30 سنتي أيضا، ومسلح بحديد 6 فاي 16. المشاكل تأتي زملائنا عندما لا نضع الأمور في محلها، عندما نأتي للتنفيذ دون استشارة مهندس أو دون حضور مهندس مدني أو مهندس ميكانيك أو إلكتريكال، كلهم في اختصاصه. وردت المخططات من بلد المنشأ أو المصنع، ومكتوب على هذه المخططات بأن هذه المخططات للتونل عبارة عن إرشادية ويجب أن يقوم بتصميمها مهندس مدني. طبعا لم تصمم بل نفذت كما جاءت. عندما تم الاطلاع على، لاحظوا انتم معي مثل ما قلت 18 متر، عندي 18 متر بشكل مثلثي طول 75 وفي عندي هون تقريبا 24 وهالجزء، يعني اكثر من 90 متر الكونكريت تونل تحمل 18 متر اجريجيت على عرض ال 5 متر، راح نشوف شكله. لاحظوا هون عندك البحث الجرافل كيف بينزل، بينزل من هل الفتحات. لاحظوا هون عنا لما اطلعنا الى هذا الموقع، هاي صورة تعبيرية عن الموقع، كان الكراك ظاهر واكثر من 3 ملي بمنطقة القص، الكراك ظاهر بمنتصف السلاب التوب سلاب و بمنطقة القص بالطرف الثاني مباشرة. بهيك حالة وبهالحمولات لازم تاخذ انت اكشن، سواء اشتغلت بالسترينجثنج، اتفقت ما اتفقت، لاني سيفتي فيرست. مباشرة قلنا له
ركب اي بي ماك. طبعا في عندي اثنين سير وهي مثل ما بيقولوا انيوز تحت الاستخدام. فمباشرة قلنا ركب لي اتش بي ادعام لسلابي لبين ما ندرس الحل. خفف من الحمولات على التونل، على سطح التونل خفف الحمولات. طبعا عند دراسة الوضع التشققات بتصير، البلاطة غير كافي، تم التدعيم وتقوية هذه التونل بالحديد. حطينا اي بيم، قوينا الاي بيم بستيفنر، ركبنا اعمدة، وصلنا هذه الاعمدة بالتونل واستخدمنا الهيلتي بولت. المعضلة اللي واجهتنا بمثل هذا المشروع، كيف ستنفذ هذا التدعيم ضمن القناة خرسانية؟ عندك اثنين كونفير او اثنين سير شغالين، في عندك اعمدة معدنية، لا يمكن اني ننقل المقطع كله وندخله ل80 او ال 75 متر مثل ما شفنا، او ال 35 اذا قلنا منتصف من يمين ومن اليسار. ماذا فعلنا؟ طبعا الصورة تعبيرية بس بهذا الشكل كان التقوية. رجعنا لمبادئ البيزك انجينيرينج، اني يجب علينا ان نوقف الحديد كما بالخرساني بمنطقة القص الأصغري والعزم الأصغري، يعني أقرب ما يمكن لأنه نقابل عزم وأصغر، عزم وقص أصغريين. فتم قص هذا الحديد بالثلث وإدخال هذه العناصر قطعتين بالطول، وبالتالي بكل سهولة بإمكانك فتلة بأي منطقة، وبيعملنا باكينج وعملنا هذه الوصلة وصممنا الوصلة عبارة عن بولت براغي حتى ويلدينج بالواقع ما عندك مشكلة فيها، وتم تنفيذ التدعيم كل مترين بعد ما درسنا هذا البيم على الحمولات من أعلى البلاطة. الحالة الثانية هي انبعثت لنا لدراستها، وحاليا كان في عندك ديفليكشن 8 سنتي. طبعا لاحظوا معني حاطين استفنر، لازم نعرف زملائنا ان الاستفنر لا تؤثر على الديفليكشن. يعني ما حد يقول انا بحط استفنر مشان اقلل من الديفليكشن. الاستفنر بدي عطالي للسكشن، لان الديفليكشن بيقاوم العطالي، الاستفنر ما راح تدخل بالعطالي لا المقطع، لذلك بكبر المقطع انا لمعالجه هالديفليكشن. طبعا بعد رفع هذا البيم بجكات وتقويته بالموقع. الحاله الثالثه ايضا معمل جير، تم تصميم المنشا المعدني الباي براكينج، هذا الخط وهذا البيمين بشيلوا مواسير ماء وغاز وهواء، هنا نهاية بايب لذلك ترونه بهذا الشكل. في عندك بريجر تم تصميمه، تم نقل البايبات مثل ما شفنا هون. المنشأ نفذ بستة وعشرين متر، هون الانجل وهون 26 متر تم تنفيذه. تم الاتصال من قبل المقاول اني يا اخي نحن عم ننفذ البيم صابه ديفليكشن، كم الديفليكشن؟ 1 سنتي 2 سنتي، معلش. قال لا نحن عم نعمل اريكشن والديفليكشن نزل، فعملنا له هولد بواسطة كيبل. قلنا له طيب خلينا نطلع نزور الموقع. أول شغلة لما طلعنا شفنا الموقع نرجع منركز على موضوع نون انجينيرينج وورك، العمل الغير هندسي، وخاصة بالتنفيذ. مهما كنت ماهر، مهما كنت عبقري، مهما كنت
كافة المعلومات لديك بالتصاميم، إن لم يكن اللي عم ينفذ عارفين شو عم ينفذ، المشاكل سوف تقع. طلعنا على الموقع، طبعاً الإسبان اللي مصممينه 16 متر 22 متر وعاملين انكلاين سبورت ب 3 متر، فصار عندي الإسبان 16 وصممنا على هذا الأساس، عملنا وصلات، صممنا الوصلات، طلعنا إلى الموقع، وإذ بالموقع منفذ المقطع ب 26 متر. تصور ما بالك إذا أنت مصمم على تقريباً 16 متر للبندق، في عندك انكلاين 3x3 بينما نفذ 26 متر، كيف الديفليكشن بده يصير؟ مباشرة قلنا له 1 2 3. جينا على الوصلات، أيضاً الوصلات كان فيها مشكلة بتنفيذها، منفذة بشكل مغاير جداً جداً للمخططات. إذن المشكلة سوف تقع. طبعاً الحل بهذا الموضوع السابق، نرجع منقول عندي ديفليكشن لازم أزيد العطالة، فعملنا اقتراح التراس بالمنتصف من مده 5 متر أو من كل طلب مترين ونص مترين ونص 5 متر، فشلل العزم كلياته وخفف الديفليكشن لدرجة كبيرة كبيرة. لكن طبعا هذا الحل لم ينفذ لأن المقاول اللي عم ينفذ شد بكيبل وثبته بكيبل مع السيلوات، طبعا لا نذكر الأسماء. أحد الحالة الرابعة هي عبارة عن مصنع، عنده مصنع عبارة عن مصنع منتجات إسمنتية، عنده حامل للبلدورة عندما تخرج من المصنع، وهي عملية بسيطة بس لنشوف كيف بتم الانجينيرينج وورك من النون انجينيرينج وورك. عملنا التصميم، بعثنا التصميم، نفذ التصميم، قال لا ثقيل وغالي. يا اخي ثقيل وغالي، طيب معلش بس هذا الديزاين لازم تمشي عليه. فاشتغل بمقطع اقل وعمل مثل ما احنا ملاحظين هون بالاصفر، وهاي اللارجمنت له او التكبير له، عمل مقطعين بقلب بعض وثبت العمود على جسد المقطع وعمل اختباراته. لاحظ معي كيف صار عنده بكلينج مباشرة بجسد المقطع. إذن رجعنا لموضوع الانجينيرينج وورك، ومهما كان أصر على التصميم اللي أنت بتقدمه وبتكون متأكد منه. الحالة الخامسة، طبعاً ما بنذكر الأسماء أماكن لأن أحياناً بيكون هالموضوع حساس. هذا عبارة عن مصعد ببرج فندق 7 نجوم، راح يعمل عنده مبنى، راح يعمل مصعد خارجي لا يعمل السطح، خلينا نقول مطعم. مع الأسف طبعاً المهندس أنس بذكر هذا الموضوع لأن تناقشت معه فيه. المصعد تم تنفيذه من ستيل ستراكتر، أثناء التركيب واستعملته من التركيب بلش أو بدأ برياح بسيطة أشت على الموقع، صار في عملية فابريشن بأعلى لأعلى البيمات. لاحظوا أول شغلة الريح راح تجي بهذا الشكل، عمودي على المقطع الصغير او المحور الضعيف او عمودي على المحور القوي لا المقطع، فبالتالي راح يشتغل حول المحور الضعيف. عمليه الرياح، اهتزازات، صار في عندك انتقالات تقريبا شيء لما عملنا انالايسز عليها طلعت تقريبا 4 سم. مصعد بيهتز 4 سم مشكله لانه عباره عن زجاج راح يتكسر. ما هو الحل؟ طلعنا انسبكشن. الغريب والمفاجئ أن تم تنفيذ المصنع على بوست تنشن سلاب، عفوا على هولو كور سلاب. تصوروا تم تنفيذ المصنع، عفوا المصعد على هولو كور سلاب.
إذا لم يهتز من الرياح سوف تهتز الهيليكوبتر سلاب ويعمل لك فايبريشن، يعمل لك انتقالات. إذن هاي من الشغلات أيضا اللي لازم ننتبه لها أثناء عملية الزيارة لأي موقع، الاطلاع على كافة المعطيات والمناطق لأي منطقة ممكن يكون فيها أكسس، شوف وتأكد من المنشأ. الحقيقة من إحنا رحنا ما شفنا غير قاعدة على تنصب وستيل ستراكتشر فوق منفذ و... طيب على إيش القاعدة عملتوها؟ إيش في تحت؟ طبعاً كانت هالمنطقة هي عبارة عن بيزمنت خارج المبنى، هون النقاط أي نقاط كونكشن بالمبنى، بيزمنت خارج المبنى. إيش في؟ قال في بيزمنت. إيش هو باركينج؟ روح على الباركينج وإني عندك هوليكور سلاب نفزين عليها، فبالتالي يحتاج انتبه الحالة لتعمل تدعيم ليس فقط للمصعد، بل كشفنا مشكلة تاني إني لازم نعمل تدعيم أيضاً للهولوكور سلاب. الحالة السادسة أحد الحالات اللي بنشوف سوء التنفيذ، دائماً بركز اعذروني على سوء التنفيذ والنون انجيرينج والنون سبيشالايز بيرسن، إن العناصر الغير مختصة. بنلاحظ بأحد المباني بده 4 أدوار بده نعمل له دورين، 6 أدوار بده يصير وبده تقوية، فتم تقويته كما ترون، طبعا في صور زيادة لكن نحن أخذنا أهم الصور. تم تقوية البيزمنت والدور الأول مثل ما شايفين على الخارج، وهون عمود بالمنتصف تم تقويته بهذا الشكل. الحقيقة هون لما سألت المالك عمر المبنى قال لي 15 سنة. في صور بتبين الحديد أن عمر المبنى أكثر من 25 سنة. شكل المبنى يوحي أنه قديم. سألنا أحد الموظفين كم عمر المبنى، قال والله أنا صار لي 28 سنة بهذا المبنى. إذن المبنى عمره أكبر من 28 سنة. طيب من قام بهذا التدعيم؟ ليش ما رجعتوا له؟ قال والله مهندس كهرباء، مع احترامنا لزملائنا بالكهرباء. من نفذ؟ ورشة إحدادي. إذن المنفذ والمصمم نون بروفيشنال بيرسون. مقاطع كبيرة جدا استخدمها، ما في أي عملية باكينج لنقل الحمولة من البلاطة اللي تنزل رأسا على البيمات. الويلدينج سيء جدا جدا. عملية التلبيس العمود بالحديد بالبليتات والأعمدة عبارة عن بليتات لاحمة ببعضها، ما في أي كونكشن مع العمود. هاي الحالة السادسة والأخيرة اللي مرت معنا، وأنا بعتذر جدا على الإطالة، صرنا ساعة و37 دقيقة وفي سلايدات مشيت فيها على السريع فاعذرونا، لكن في لقاء ثاني إن شاء الله عن السترينجثينج يمكن مع المهندس أنس ويمكن نعمله أنا وياه لنشوف على التيسير. وشكرا لكم زملائنا، إذا في أي سؤال محسن نجاوب عليه بكون شاكر لكم، والله يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية مهندس عبد الحكيم، الله يبارك فيك. محاضرة ممتازة على التدعيم المعدني. راح نبلش الأسئلة من الأول. سؤال من مهندس أو اقتراح مهندس ياسر، اقترح حل بعض الأمثلة العملية لتصميم المنشآت المعدنية والبيتونية للمواضيع التي تم التطرق إليها سابقا أو سيتم التطرق إليها لاحقا. أنا جاوبت للمهندس ياسر أنه بالنسبة لدورة المعدنية، أنت الله يجزيك الخير عملت دورة معدنية قبل كم شهر موجودة كلها على حسابك على يوتيوب. نعم. فاللي حابب يتعلم مبادئ الأساسية في التصميم المعدني ممكن تحط لنا اليوتيوب تشانل تبعك وبفوت عليها الزملاء. مهندس ياسر كتب أنه أنا أقصد مشروع عملي متكامل عن موضوع الصيانة وتدعيم المنشآت المعدنية ومشروع عملي عن البوستنشن
والإبلاطات الفراغية وكل ما ورد وسيرد في المحاضرات اللاحقة. دوماً الأمثلة العملية أكثر قدرة على إيصال المعلومات. معك حق أخي ياسر، بس لقاءاتنا الحقيقة اللي بتتم لنخدم المهندسين، يعني المهندس اللي بيجي بيشتغل مثلاً بتدعيم المنشآت الخرسانية أكيد راح يكون شغال بتصميم المنشآت الخرسانية وشغال عندك بتصميم المنشآت المعدنية. فنحن يجب علينا إلقاء الضوء على أمور هامة بشكل عام لكافة المهندسين، حتى المهندس الزميل اللي بده يشتغل بهذا المجال، نلقي الضوء على النقاط المهمة لا توجهه لهذا المجال والمشاكل اللي صارت معنا وكيف حليناها. أنا معك، بس والله بدنا فرصة الحقيقة. صار لي أسبوع وبيعرف المهندس أنس لما اعتذر زميلنا، فهو جهزنا حالنا على السريع بهذا اللقاء وأرجو يكون مفيد يعني الحقيقة. لكن جدولنا ماشي تقريبا للشهر الثاني وكل أسبوع مجدول، إذا غاب أحد الزملاء بلكي إن شاء الله نشتغل هذا الموضوع إن شاء الله. تمام سيدي. هو يعني الفكرة من المحاضرات مثل ما ذكرت هي تعليم وفتح المخ للمبادئ الأساسية، وليس الغرض منه هو عبارة عن دورة تعليمية. نعم. حتى موضوع البوستنشن، نعم، في قبل حوالي اسبوعين عملت فيه محاضرة، الغرض منه نعم إلقاء الضوء على المبادئ الأساسية والشغلات اللي ممكن يخربطوا فيها الزملاء. بس انك تعمل مشروع كامل خلال ساعة او ساعة ونص اكيد ما حيكفي الوقت. انا معك. المهندس نبيل العطري، في دول الخليج عموما يتم طلب تصميم وتركيب المنشآت الحديدية من مقاول مسجل متخصص حصرا، بينما يتم قبول التقييم من استشاري متخصص بأعمال التدعيم أو من مهندس استشاري غير متخصص أو من خبير فني. نعم. أليس هذا الإجراء غير منصف؟ وأعتقد أن التقييم يجب أن يكون أيضاً من مقاول مسجل متخصص أيضاً، مقاول آخر. والله أنا الحقيقة اشتغلت بالمقاولات واشتغلت بالاستشارات، لا أفضل المقاول أن يكون له يد بهذا الموضوع، أم يكون مختص بهذا الموضوع وأن لا يكون له علاقة أو انتقل من مرحلة المقاولات لهذه المرحلة. إيه؟ أنا هذا رأيي أستاذ نبيل، لأني حقيقة المقاول مقاول، لن يتصرف المقاول كتصرف الاستشاري. لكن ممكن ان احنا نقول، وهذا الحقيقة اللي بنشوفه كثير، ان بتطلع على مشروع مع احترامنا للكل، لكن يعني نحن اخذنا العلم وما زلنا حتى الان نتعلم لهلا، في امور نحن بندرسها وبنتعلم وما حد بيحصل العلم ابدا. تطلع على مشروع بيجيك استشاري عنده 3-4 سنوات بده يمشي رأيه عليك، ما لازم. بينما لو كان مهندس شغال بالمقاولات صار استشاري، هون بتاخذ الحكم المضبوط وتسهيل الامور وبيعطيك الحل الصحيح. انا هذا رايي. تمام. هلا في شغله ثانيه كمان، يعني مو معقول مقاول يدخل عليه مقاول بنفس المصلحه. تمام. 100% 100%. يهمه كثير انه يضره او يطلع له ملاحظات. لا، او ما بيضره. ليش؟ لانه ممكن يحسب حساب اني يا اخي انا جيته على مشروع ممكن يجيني على مشروع ثاني. فبالتالي لا يفضل الا اذا كان انسان اشتغل بالمقاولات اخذ خبره التنفيذ وخبره المقاولات وبالتدعيم، هذيك الساعه صار استشاري. ايه، هذا لازم يكون استشاري. عن هذا رايي. تمام سيدي. وهو بس للمهندس نبيل، حتى بامريكا الاجراء نفسه متبع، يعني بيحطوا بيعملوا بير ريفيو، اللي بيعمل بير ريفيو ما بيكون مقاول ابدا، بيكون كونسلتنت او ثيرد بارتي معتمد ليعمل بير ريفيو. هو لازم الكونسلتنت يكونوا ناس خبراء جايين من التنفيذ وعندهم خبره التصميم، هي المفروض الكونسلتنت هيك يكون بهذا المجال. تمام سيدي.
في سؤال من مهندس حسن عامر. عندما نلجأ إلى تقوية مبنى خرساني بكاميرات حديدية، هل هناك تصميم خاص لذلك؟ كاميرات حديدية. أنت إذا عندك مبنى خرساني استعملنا بكاميرات حديدية، هل في تصميم خاص للموضوع؟ أنت أول شغلة مثل ما حكينا بالتقوية، المبدأ العام للتقوية أنك بتدرس قدرة العنصر الموجود وبتدعم بعنصر يتحمل فائض هذه أو الطاقة على هذا العنصر. يعني أنا عنصر خرساني مثل ما بنعرف بالكود الأمريكي بيقول لك أني لازم يتحمل على ما يقل 75% من الحمولات اللي عليه. طيب عندي 100 طن تحمل 75، 25 مين؟ إذا بدي أدعم بالحديد ممكن أجيب منشأ معدني أدعمه أشتغل كمقطع حديد وخرساني بتحمل هال 25 طن زيادة اللي بدي ينتج عن الفرق بين السترينكسنج تبع العمود والفائض خلينا نسميه. في سؤال من المهندس أكام أتوقع جاوبته، لأنه هو سأل قبل ما تبلش الكيس ستاديز اللي عملتها، طلب شرح عن كيفية التنفيذ الصحيح للتدعيم، وأتوقع هذا الشيء أنت جبت عليه. المهندس رزق حجاوي رافع إيده، خليه يحكي الأستاذ، عم يطلب مداخلة. رافع إيده، تفضل أستاذ رزق. مهندس رزق لحظة شوي عملنا أنميوت. إيه بس نعمل له أنميوت للأستاذ. ألو، أهلين أستاذ، حياك. يا هلا بيك، مساء الخير جميعا إن شاء الله. الله يخليك، مساء الخيرات. شو أخباركم؟ حقيقة في بعض النقاط استكمال لشرحك مفيد. تفضل. بخصوص العوامل الانهيار بتتم عادة بالجوينتس، مرات في عوامل قد لا تخطر على بال واحد، من الشغلات اللي مرت علينا لما صممنا مشروع اسبان 70 متر. نعم. انه في بعض المشاريع انهار البولز تحت تأثير الفريزنج. انه كانت المناطق بارخص، مناطق بلاد الشام مثل سوريا والأردن وفلسطين ومناطق بالشمال العراق، بتلاقي درجات الحرارة تصل لتحت الصفر. لما توصل الحرارة تحت الصفر في أنواع من البورس ما بتتحمل البرودة هاي، فتحت تأثير الأحمال بصير عملية قص إلها بريتل نتيجة هذه البرودة. فهاي من الشغلات اللي كانت توجد اللي لاحظناها في بعض المناطق موجودة حصلت عندنا. النقطة الثانية بالنسبة لموضوع الواحد لازم يزور المنشأ يتعرف على طريقة العمل المنشأ أو طريقة الظروف المحيطة. من الشغلات اللي لاحظناها مثلا في مصانع الاسمنت بحطوا مرات هناجر إلها تحت على أساس تغطي إلها شيلينج. معروف إن الاسمنت دائما بصير تطاير إله. نعم. تطاير الاسمنت لاحظنا إنه قاعد بيعمل عملية طبقة طبقة فوق طبقة في عملية الكلاتينج هوجير. فبالتالي بعد مرور السنوات 10 12 سنه 15 سنه بتلاقي الطبقه كامله صارت من الاسمنت فوق الستيل فوق الكلادينج، لم ياخذ بعين الاعتبار بالتصميم. فهي كانت من اسباب الانهيارات لهي المشاريع. نعم نعم نعم. النقطه الثالثه لاحظت موضوع انهيارات المشاريع الستيل ستراكشر اللي هو بالسبيس فريم بتم التحميل على البمبر وليس الجوينت. في إحدى المشاريع بدول الخليج كانت مصمم مشروع سبيس فريم وخلال عملية تنفيذ انهار المشروع بالكامل. من التحقيقات اللي بينت في إنه شو أسباب الانهيار تبين إن مركبين الاير هاندي يونت وأدات التكييف كلها على المنبر. بدأ ما علق بالجوينت علق على المنبر، فبالتالي كان سبب الانهيار لأن المنبر تكون عبارة عن عناصر صغيرة، فبالتالي هاي من كانت من أسباب الانهيارات. نعم. من النقطة الملاحظة دائما بالنسبة اللي بيصمم خصوصا الأنكر بولز للكونكريت على البديسة الكولوم، إنه دائما يلاحظ إنه الأنكر بولز لازم يكون الكبر إله لا يقل عن 7 سنتي. نعم. لأنه إذا ما كان أقل من هيك إحنا، لأنه كل تصميم معظم التصميم من السيل ستراكشر بيس بليت بصمم على أساس إن أكسل لود without مومنت. ولكن فعليا بالموقع الا غير يصير عندك حالات انه يصير يتكون مومنت، سواء مثل ما قلت نتيجه خطا بالانكر بولز انه ما يكونش موقف فوقها مزبوط او الفيرتيكالي تبعت الكولوم ما تكونش مزبوط، فبالتالي بتلاقي عندك مومنت. اذا كان هذا المومنت مش ماخوذ بعين الاعتبار في التصميم بتلاقي انهيار صار بالكونكريت بالكبر.
احيانا استاذ بهذه النقطه بس قبل ما تسكر النقطه، البيز بليت احيانا بنصممها على البندنج مومنت نتيجه توزيع القوى على البراغي، باخذ البرغي بعتبره كظفر على البيز بليت وبصمم عزم الانعطاف اللي بياثر على البيز بليت مع جسد العمود. هل العزم هذا بنصمم عليه كمان ومشيك عليه البيز بليت؟ يعني نحن هيك بنشتغل. نعم، عشان هيك التأكيد دائما انه الانكر بوت يجي ضمن كبر ضمن الحديد. نعم. ما يكونش خارج الكبر. نعم نعم نعم. النقطة الثانية بيخصم باللونج كولوم، بيصير ستيل لونج كولوم لما نثبته بالموقع. اهم شيء لما نثبته نوقفه فيرتيكال 100% والالاينمنت تبعه، لانه اذا انت ركبت العمود فيرتيكال وبلشت بربط بالعاصمة ما بتقدر بعدها تعمل عملية فيرتيكالي. اذا بتعمل عملية فيرتيكالي بتصير عملية تنشي للمنبر، بتصير تجهدها موت باقي مش مصممها. نعم. النقطة الثانية اللي بعديها اللي هي معاونية، انه لما نثبت العمود اذا ما بدي اكمل الشغل لازم اعمل له تمبر بريسنج. اي فريم اي عمود بركبه لازم اعمل له تمبر بريسنج او يكون مربوط في البي اللي فيها بريسنج اللي هي بنبدا فيها بالشغل. النقطة المهمة النقطة اللي هي موضوع الفابريكيشن دروينج. بالنسبة لموضوع الفابريكيشن دروينج عشان نعمل نتلافى الأخطاء اللي بتتم بعملية التنفيذ، اللي مثل ما قلت نسل البراغي الإج ديس لازم يكون البراغ بين البرغ والبرغي، بنعمل مخططات بنسميها فابريكيشن دروينج. وأهم شغل بندقق على الجوينت تبعها، شو الأبعاد المطلوبة، هل هي ضمن الكود ولا مش ضمن الكود، والأطوال. تمام يا أستاذ. هذه النقاط أهم نقاط اللي حبيت أضيفها بالموضوع. كل الشكر لك يا أستاذ. وشاكر لكم. الله يبارك فيك أستاذ، تسلم. الله يخليكم. الطلب الأخير من المهندس حسن عامر، هل بالإمكان إفراد محاضرة عن الدهانات الحماية للعناصر الخرسانية والحديدية؟ أتوقع أنت ذكرت شيء هذا بالسلايد تبعك. طبعاً الحمايات، الدهانات، البوكسيات، البوليسلفار، الزنك، ممكن. بس والله مثل هو يمكن ذكرنا لشهر 2 نحن فل كل، إلا إذا أحد الزملاء. طبعاً الأسبوع الجاي كمان كان عندنا زميل، فبالتالي بدي تولي الموضوع المهندس أنس يكمل البوستنجن إن شاء الله. إذا صار عندنا فراغ بأسبوع أحد الزملاء اعتذر ان شاء الله بلكي بنركز على الموضوع. استاذ حسن عامر تكرم عينك. ان شاء الله سيدي، الله يبارك فيك. اتوقع هيك خلصنا كل الاسئله، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله هو تكمله لموضوع البوستنشن. راح اكمل ان شاء الله بالمحاضره اللي بديت فيها قبل كم اسبوع، هنحكي عن موضوع التصميم البوستنشن كمبادئ اساسيه على الزلازل والحراره والمواضيع الثانيه ان شاء الله. شكرا لك والله يبارك فيك مهندس عبد الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.